معكم عبد الغني والشعيب ابن منطقة تيتي عزم. إلا جينا نتكلموا على الطريق ديال اللي كتربط مكناس بأغوراي، الطريق يعني يقدر نستعمل تعبير شوي غيبان للبعض بأنه قاسح، هو طريق مميتة، يعني كتوقع فيه حوادث سير خطيرة جدا. والمنطقة يعني فاش كندوزو من نطلعوا من مكناس لأغوريك ضروري كندوزو على منطقة اللي هي ايتي عزم، اللي فيها استثمارات فلاحية كبيرة، والطريق ما بقاتش محتاجة غير تصايب، ولكن محتاجة يعني لتثنية الطريق ما بين مكناس وأغوري، هي اللي غتخلي حتى المستثمرين على أساس أنهم يلتجؤوا لهذه المنطقة، وبالتالي المسؤولين خصهم يتحملوا المسؤوليه بما فيهم جماعه ايتي عزم، بما فيهم جماعه اغوراي، بما فيهم المجلس الاقليمي للحجب، بما فيهم جهات فاس مكناس، خصهم يعني يشوفوا لهذه الجهه هذه لان منطقه مهمه. ونقول لك واحد الحاجه، بان هذا الطريق كتربط ما بين مكناس ومريرت، وهي مختصره على الطريق اللي كندوزو على بوفكران، وبالتالي هذا الطريق مهمه بزاف، غتربط المريرت، غتقرب حتى الناس باش يمشيو لمراكش على الاطلس، وبالتالي هذا الطريق محتاجه الاولويه يعني اليوم قبل غدا. وتحيه للاخ المسعود. السلام عليكم. هذا الطريق كنستعملها من مكناس لاكو، من مكناس لاكوراي، ماشي تقريبا ماشي يوميا ولكن نهاريا، نهار لا كنمشي لواحد الضيعه كنخدم فيها، وهاد الامور وهاد الحفاري اكثريه فاش كيظلم الحال، فاش كيضرب المغرب، الانسان ما كيقدرش لا يخرج على برا، لا يخرج لا اليمين لا اليسار، لان محفر اكثر من القانون، والقدرون مكون من اليمين ومكون من اليسار، وفيها الحفاري وفيها كل شيء. هاد الطريق هادي خصها علاج من السلطه ولا من الاداره ولا من اي، لان راها مكرفسه مكرفسه مكرفسه. خويا انا الشيفور طاكسي، وانا كنخدم هاد الطريق هادي ديال بين اغوراي ومكناس، راه طريق خاسره، راه محفره، راه فرعاتنا لا في البنوات لا في موم طوموبيل كتردى وحده اخرى، وخا تخرج جديد راه الطريق هادي غتخرج لك على الحديد. خويا كنطلبوا من السيد الوزير يشوف من حالة هاد الطريق هادي، راه حنا ولينا كنخدموا غير على الطونوبيل، كنشرو البنوات وكلشي، المهم حنا ولينا كنخدموا غير على الطونوبيل، ما بقينا كنديو لولادنا والو، راه حنا كنصرفوا غير على الطونوبيل، ما بقيناش كنصرفوا على الدار حنا دابا. الحمد لله، الاسم محمد شافعي، القاطن بأيتي عزم، عمالة الحجب، بجانب الطريق الإقليمية رقم 70-17 التي يقع فيها عدة حوادث. السبب الرئيسي ديالها هي الإهمال والإهمال ديال وزارة التجهيز والنقل، التي نطلب من الله أن تشوف أن ترى الحالة السيئة للطريق، التي هي في جوج الحالات من تيكونوا جوج طوموبيلات، وحدة طالعة وحدة هابطة، ممكن وحدة تخرج على الكودرو، ممكن البنو ديالها يتفركع، ممكن 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 ممكن، ونحن نشهد على ذلك بان عده حوادث تقع بهذا الطريق من اغوراي الى مرجان سوبر مارشي. هذا هو ما يقع. كنطالبوا من وزاره التجهيز يشوفوا من حاله هذا الطريق ما بين الرابطه ما بين مكناس واغوراي رقم 70-17. الطريق في حاله لا يرجى لها، طريق صعيبه، يعني راه دو فوا صعاب ما باش تمشي، واللي يجي قدامك راه صعيبه ومحفره وكيوقعوا حوادث بزاف. كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا من حالنا في الطريق، حيت حنا هو المستعملين ديالها يوميا، وحنا اللي مضررين في هذه الحاله. الطريق هذه كتعذبنا، ومحفره ومهرسه ومدايره، وكاع ما كاينش اللي كيديها فيها. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. هذه الطريق راه خصها تصاوب. السلام عليكم الاخوان. هذه الطريق هذه راه مكرفصه شي شويه، وما كيبقى فيها لا حديد لا والو، وراهم مكرفصين علينا بهذه الطريق هذه، ان شاء الله بغيناها تصلح في اقرب وقت. هذه الطريق خدامه ولكن مكرفصه على حسب المواطنين، بزاف مكرفصه، ما فيها ما يتشاف من اغوراي حتى لمكناس. هذا هو اللي كاين. هذه الطريق هذه خدامه بالمعقول، ماشي غير شويه، خدامه بالمعقول ولكن مكرفصه. شوف اسيدي، هذه الطريق مكرفصه وخدامه، وكيوقعوا فيها الكسايد دائما. خصنا هاد المسؤولين خصنا يخدمونا هاد الطريق هادي على حسب الناس، وهذا الشيء اللي كاين. راه طلع لي ما سوى، عاش تسوي دا رجالي حبيبي.
Yeah.